الرئيس السيسي يتوجه إلى عمان اليوم للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق. بومبيو يزور السودان اليوم قادما من القدس المحتلة ضمن جولة تشمل أيضا البحرين والإمارات. ورئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. ومعنا فيها في لغة الإشارة محمد عبد الله. يتوجه الرئيس السيسي اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس من عام 2019. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن قمة عمان تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كل من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيارة ستشهد كذلك لقاء الرئيس السيسي مع شقيقه ملك الأردن، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. للمزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ أشرف أبو الهول رئيس تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، إلى أي مدى تسهم هذه القمة الثلاثية في تقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والأردن والعراق؟ أستاذ أشرف، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. يعني بداية تحياتي لحضرتك ولكافة المشاهدين. يعني القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق تؤكد يعني أن العلاقة بين البلدان الثلاث هي دائما علاقة متميزة، علاقة يعني تأتي لصالح يعني المواطنين ليس في البلدان الثلاثة وإنما في العالم العربي كله. دعيني أذكرك أنه يعني عبر التاريخ سواء القديم أو الحديث كانت العلاقة مميزة بين مصر والعراق ومصر والأردن. فترة من الفترات كان هناك يعني اتفاق مجلس التعاون الخليجي، في كل وقت تكون العلاقة مميزة. الأهم ما في ذلك أنه البلدان الثلاثة لهم ثقل كبير جدا في المنطقة، لديهم تطابق كبير في السياسات الخارجية. الثلاثة يعني لديهم أيضا كتلة سكانية كبيرة تمثل ثقل في العالم العربي ودرجة من التقدم تسمح لهم في حالة التعاون الكامل وفي حالة عدم وجود معوقات ومحاولات لتخريب العلاقة بينهم كما كان يحدث في فترات سابقة، تسمح لهم بأن يكونوا قاطرة تنمية العالم العربي والمنطقة ككل. هناك رؤية متطابقة إزاء القضية الفلسطينية، يعني هناك توافق كبير فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا وفي ليبيا. والشيء الآخر أن الثلاثة يواجهون يعني هجمات شرسة من الإرهاب والجماعات الإرهابية. النقطة الشديدة الأهمية بعد ذلك هو أن العراق يعني التي عانت كثيرا في الفترة الماضية تحاول أن تعود من خلال العلاقة مع مصر ومع الأردن إلى دورها العربي وأن تبتعد عن المحاور الموجودة في المنطقة وتخفف
من الضغوط الإيرانية عليها، وهذا لن يحدث إلا بالتقارب مع بقية الدول العربية خاصة يعني مصر والأردن، وبالتالي هناك مصلحة كبيرة في أن تكون هناك علاقة مميزة، أن يكون هناك تعاون، أن يكون أيضا هناك إسراء للعمل العربي المشترك من خلال التعاون الوثيق بين مصر والعراق والأردن. أشرف أبو الهول رئيس تحرير الأهرام، شكرا لك. بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عقدت يوم 21 من يوليو الماضي والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا الذي عقد في 16 من أغسطس الجاري، استأنفت أمس اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المعدة من مقترحات الدول الثلاث، ويأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعيا للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يوم 28 من أغسطس الجاري. تواصل مصر إرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان للخروج من أزمتها الراهنة عقب انفجار ميناء بيروت، وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. من جانبه أعرب وزير الخارجية اللبناني شرب الوهبة عن تقدير بلاده لهذه المساعدات، مؤكدا أنها تعكس دور مصر المحوري كأكبر دولة عربية في المنطقة. استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهتان إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في تاسع رحلات الجسر الجوي، محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصري وجمعية البر والتقوى لتقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق حتى يتجاوز المحنة الحالية. وأعرب المسؤولون بدولة لبنان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية وعلى أهميتها الكبيرة بالنسبة للبنان نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين،
من قبل حضرة العماد قائد الجيش، ممثل العماد قائد الجيش، أنا بتشكر الدولة المصرية، بتشكر القيادة المصرية والشعب المصري وفخامة الرئيس السيسي على المساعدات اللي عم تعطيها واللي ما قصرت فيها دولة مصر من أول ما صارت مع الكارثة وحتى قبل. من قبل القيادة برجع بتشكركم وبتشكر كل الشعب المصري، والله يكفيكم يا رب. وصل اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السودان قادما من القدس المحتلة ضمن جولة تشمل أيضا البحرين والإمارات. وغادر بومبيو إسرائيل على متن أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وتعد هذه أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ 15 عاما للسودان وسط مؤشرات على تحسن في العلاقات بين البلدين. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات جديدة ضد مواقع الحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بزعم إطلاق بالونات متفجرة وحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ويقصف جيش الاحتلال القطاع المحاصر بشكل شبه يومي منذ 6 أغسطس الجاري، وذلك بالإضافة إلى سلسلة من العقوبات ردا على مزاعم إطلاق البالونات الحارقة تضمنت إغلاق البحر أمام الصيادين ووقف إمدادات الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم الذي تدخل منه البضائع والوقود القطاع. أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، وتعهد المشيشي بأن تعمل حكومته باستقلال تام وأن تنأى عن الصراعات السياسية من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر. 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة هم مجمل أعضاء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي. المشيشي الذي سلم تشكيلة الحكومة للرئيس التونسي قيس سعيد خرج بعد ذلك في مؤتمر صحفي ليؤكد أن حكومته التي تضم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء هي حكومة مستقلة عن الأحزاب. بعد إجراء سلسلة من المشاورات مع الكتل البرلمانية ومع الأحزاب ومع منظمات وطنية ومع شخصيات وطنية، وبعد تقييم للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، انتهى إلى التفكير في ضرورة تكوين حكومة كفاءات مستقلة تنكب على الاهتمام بالمنجز الاقتصادي والمنجز الاجتماعي ولمستحقات والاستحقاقات التونسيين العاجلة. المشيشي تعهد أيضا أن حكومته ستعمل على التعاون مع كل مكونات المشهد البرلماني وكافة مكونات الطيف السياسي في البلاد. وبإعلان المشيشي تشكيلة حكومته تنتقل الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة، وإلا فإن اللجوء إلى انتخابات مبكرة سيكون السيناريو البديل. ويراهن مراقبون على أن التحدي الأساسي أمام الحكومة الجديدة هو النأي عن الصراعات السياسية من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر ومواجهة تفشي البطالة ونقص الخدمات في الكثير من المحافظات التونسية. وينضم إلينا عبر الهاتف من تونس السيد ثامر الزغلامي الصحفي التونسي. سيد ثامر، كيف ترى الفترة القادمة في تونس بعد تشكيل حكومة تكنوقراط من قبل رئيس الوزراء المكلف؟ مرحبا. هو في الحقيقة الفترة القادمة ربما تتسم بشيء من الغموض والاستقرار السياسي المطلوب للحكومة التونسية، ربما لن يتحقق باعتبار تباين مواقف الأحزاب السياسية وخاصة الأحزاب البرلمانية الكبرى من حكومة الكفاءات المستقلة التي شكلها يوم أمس رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. ربما من أهداف هذه الحكومة أن تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، وهذه المعالجة تقتضي ربما حزام سياسي في البرلمان الذي سيمرر المشاريع القوانين والذي سيضع الخطط لمعالجة هذه المشاكل. هذه الحكومة لا تتمتع بحزام سياسي، وربما
ستدخل في مواجهة مع البرلمان ومع الأحزاب الكبرى في البرلمان، حتى وإن منحها هذا البرلمان الثقة الفترة القادمة ربما قد لا تكون وردية للمجتمع التونسي وللمشهد السياسي التونسي باعتبار هذا التباين بين الحكومة من جهة والأحزاب البرلمانية من جهة أخرى. نعم نعم. طيب إلى أي مدى ترى ارتياح الشعب لهذه الحكومة كما تلمسها في يعني متابعاتك اليومية؟ نعم، هو في الحقيقة الشعب التونسي وردود الفعل لدى التونسيين كانت إيجابية باعتبار أن جزء هام من التونسيين يحمل الأحزاب السياسية تردي الأوضاع في البلاد، ولكن ربما هذه الأمال تصطدم بالواقع لأن مؤسسات الحكم في تونس هي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ثم البرلمان. البرلمان مهم جدا في المشهد السياسي التونسي، وبدون البرلمان لا يمكن أن تتحقق التنمية، لا يمكن أن تكون هناك مشاريع ربما تعالج مختلف الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد التونسي والمالية التونسية. وهذا الارتياح قد لا يكون في قد لا يكون على مستوى الواقع يترجم ربما نتائج إيجابية باعتبار أن الحياة السياسية مبنية على الأحزاب السياسية، وبالتالي لا يمكن ربما الذهاب بعيدا لهذه الحكومة خاصة في ظل التباين بين الحكومة وحكومة الكفاءات المستقلة والأحزاب البرلمانية. نعم، شكرا لك السيد ثامر الزغلامي الصحفي التونسي، شكرا لك. حددت الرئاسة الجزائرية الأول من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء على تعديل الدستور، وكان الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون قد وعد في 12 من ديسمبر الماضي بإجراء تعديل كبير في دستور البلاد من شأنه تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية إرساء لمبادئ نظام جمهوري جديد. قالت الأمم المتحدة إنه تم تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في جنيف أمس، عقدت جلستها الأولى منذ 9 أشهر بعد أن أثبتت الفحوص إصابة 3 من أعضائها بفيروس كورونا. بعد أن تبين إصابة 3 مشاركين بفيروس كورونا، أعلنت الأمم المتحدة تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع الذي وصفه المبعوث الأممي جير بيدرسون بأنه اجتماع أول بناء. المشاركون في المحادثات كانوا قد خضعوا لفحص الكشف عن الفيروس مرتين قبل التوجه إلى جنيف ثم لدى وصولهم، ولم توضح الأمم المتحدة في أي وقت تم فيه كشف إصابة الأشخاص 3 ولا إلى أي وفد ينتمون. وتجمع الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية 45 شخصا تم اختيارهم بالتساوي من جانب الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني السوري. أما بخصوص مصير المحادثات التي كان من المقرر أن تستمر أسبوعا، اكتفت الأمم المتحدة بالقول إنه سيتم إصدار إعلان في الوقت المناسب. المحادثات تستهدف إحراز تقدم نحو صياغة ميثاق سوري جديد بما يفسح الطريق أمام انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة تنفيذا لقرار معطل أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 2015. وتأمل المنظمة الدولية في أن تسهم هذه الآلية في تسوية النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص منذ عام 2011. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتصاد بلاده يمضي بخطى سريعة نحو التعافي، مؤكدا أنه سيعيد الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل وباء كورونا. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث أعلن مندوبو الحزب رسميا اختيارهم لترامب لفترة رئاسية ثانية ليخوض انتخابات نوفمبر المقبل. بدون أي مفاجآت، وفي اليوم الأول من مؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الرئيس دونالد ترامب مرشحا لهم لخوض انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن. الانتخابات الأهم في تاريخ أمريكا كما وصفها ترامب، عبر كذلك عن ثقته
في الفوز بها على بايدن برغم التقدم الأخير في استطلاعات الرأي. Be very careful and watch it very carefully because we have to win. This is the most important election. كونوا على حذر وراقبوا التصويت عبر البريد بعناية شديدة لأننا يجب أن نفوز. إنها الانتخابات الأهم في تاريخ الولايات المتحدة. بلادنا تعول على هذه الانتخابات، فقد تذهب البلاد إلى اتجاه مخيف أو تستمر في الاتجاه العظيم الذي كنا عليه قبل أن تأتينا الجائحة من الصين. ومن جديد ندد ترامب باللجوء إلى التصويت عبر البريد بسبب جائحة كورونا، زاعما أن هذه العملية تفسح المجال أمام تزوير إرادة الناخبين. وقبل ذلك أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بينس مرشحا للمنصب. أنا على اقتناع تام بأنه إذا ما قمنا بما يجب فعله من الآن والثالث من نوفمبر، وإذا ما نظمنا أنفسنا وقمنا بدورنا في كل ولاية وكل منطقة من هذه البلاد، فسوف نعيد انتخاب كل القادة الجمهوريين في أنحاء البلاد. سنعيد انتخاب الرئيس دونالد ترامب لأربع سنوات أخرى، وبدعمكم المستمر سنجعل أمريكا عظيمة من جديد. وتظهر استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة منذ أسابيع أن بايدن يتقدم على ترامب في العديد من الولايات الأساسية، ومع ذلك عبر الرئيس الأمريكي عن أمله في تحقيق قفزة كبرى وفوز مفاجئ كما حدث في عام 2016 أمام هيلاري كلينتون، أمل لا يعززه الوضع الراهن، فهو يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه في ظل تعامله مع تداعيات فيروس كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 177 ألف شخص بأمريكا ودمر الاقتصاد الأمريكي وقلب كل أشكال الحياة رأسا على عقب. في الولايات المتحدة أيضا استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريغون. ثلاثة شهور مضت على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصل إفريقي خنقا تحت قدم شرطي، وما زال المحتجون على واقعة القتل يتخذون من بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريغون ساحة للتظاهر. استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ليلة أخرى من المظاهرات التي ألقى فيها المحتجون الزجاجات والألعاب النارية والأحجار على قوات الشرطة، كما أشعلوا النار في الطرقات. وأسفرت المواجهات عن احتجاز 23 متظاهرة من قبل قوات الشرطة وفقا لتقديرات أمنية رسمية. وتخللت الاحتجاجات المتكررة في بورتلاند استهداف تخريب منشأة حكومية تابعة لولاية أوريغون كانت على الأغلب مسرحا لأعمال عنف خلال الاحتجاجات، لكن قوات الشرطة حالت دون وصول المحتجين إلى مقر المنشأة، كما أجبرت السلطات الفيدرالية المتظاهرين على الابتعاد عن المقرات الفيدرالية في بورتلاند على الرغم من أعمال العنف التي مارسها المحتجون على اختلاف توجهاتهم. واستبعد مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية في بيان تعرض مقر القضاء في المدينة إلى تهديدات من المحتجين، وكانت المشاجرات قد اندلعت في وسط مدينة بورتلاند بين محتجين مناهضين للعنصرية ومتظاهرين يمينيين. وأحصت شرطة بورتلاند اندلاع أعمال شغب 18 مرة على الأقل منذ مقتل فلويد في 29 من شهر مايو الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل جندي ومدنيين في انفجار استهدف وحدة تابعة للجيش الأفغاني بإقليم بلخ شمالي أفغانستان. وأوضحت الوزارة أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 14 شخصا، فيما كشفت مصادر أمنية أن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة. من جانبها أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. جامعة أكسفورد تطور لقاحا تجريبيا مضادا لمرض كوفيد 19 قد يقدم للجهات التنظيمية هذا العام.
نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل حسام عاطف. شكرا لك منى، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها، مؤشرات البورصة المصرية تصعد بشكل جماعي خلال التعاملات مدعومة بمشتريات العربي والأجانب. أهلا بكم من جديد. نبدأ من البورصة المصرية التي وصلت المؤشرات تعزيز مكاسبها خلال جلسة التعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع. وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة بنحو المليار جنيه ليصل إلى 630 مليارا بعد تعاملات بلغت نحو 454 مليون جنيه، وذلك حتى منتصف التعاملات. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 33% حتى الآن. بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. بحثت مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة. وقالت جامع إنه تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة الصناعية التي تزخر بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيميائية، ما يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية أيضا. أعلنت شركتا البرولوس ورشيد للبترول أن مبيعات الغاز الطبيعي بلغت حوالي 309 ملايين قدم مكعب يوميا، كما بلغ معدل إنتاج المتكثفات حوالي 8000 برميل يوميا، وذلك خلال العام المالي 2019-2020. وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول والتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وترشيد الإنفاق. أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف تحويل 5 ملايين بطاقة حكومية إلكترونية لدفع مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة والمعروفة باسم ميزة. وبدأت الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي والجهات الإدارية بالدولة والبنوك المشاركة في المنظومة الجديدة مرحلة تجريبية تشمل 3000 بطاقة، وذلك لتلافي أي سلبيات قبل تعميم هذه التجربة. مع بدء العد التنازلي لاستبدال كارت صرف المرتبات الحالي لموظفي الحكومة ببطاقات الدفع الوطنية المعروفة بكارت ميزة، يتساءل الكثيرون عن مميزات هذا الكارت الذي يأتي ضمن خطوات الدولة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي. الكارت الجديد ده فيه مجموعة من المميزات هتسهل على المواطنين حياتهم اليومية، تقدر من خلال هذه البطاقة تسدد كافة مقابل الخدمات الحكومية في كافة الجهات، سواء مصاريف المدارس، الشهر العقاري، تسدد ضرائبك، تدفع ترخيص المرور، مخالفات المرور، كل خدماتك الحكومية بقى متاح ليك من خلال هذه البطاقة ان انت تقوم بسدادها. تاني ميزة ان انت لو مرتبك خلص ممكن تستفيد بتلت الراتب بشكل مقدم من خلال الاستفادة بهذه الميزة كمشتريات وليس في السحب النقدي، علما بان البطاقة دي بتقبل كافة الخدمات الحكومية سواء سحب او ايداع او تحويل. ميزة المرتب المسبق دي مجانية لمدة 6 شهور، وبيتم الخصم قيمة ما تم صرفه بشكل مسبق ابتداء من يوم 15 في الشهر التالي. وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنك المركزي والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بدأت المرحلة التجريبية لتطبيق المنظومة الجديدة لكارت ميزة، والذي يحمل عنصر أمان كبير للمستخدمين. الكارت ده كونتاكتليس او لا تلامسي. يمكن البنك المركزي اصدر في مايو 2019 قواعد للمعاملات الماليه اللاتلامسيه، وهي بمنتهى البساطه ان الكارت بمجرد ما بتقربه من مكنه التحصيل بيتم قرايه بيانات الكارت وبتاكد المعامله الماليه من خلال ادخال البين كود، وبتمر العمليه بشكل اسهل واسرع وامن.
في استجابة للتوجهات الرئاسية بالتحول إلى المجتمع الرقمي، يجري حاليا استبدال ما يقرب من 5 ملايين كارت من كروت صرف المرتبات الحالية إلى كروت ميزة، والتي تستهدف حصول الموظف على كافة الخدمات الحالية بقيمتها الفعلية ودون أي أعباء إضافية. من مقر وزارة المالية لمياء موافي، النيل. إلى أبوظبي، حيث كشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك هناك أنها بدأت تسويق إصدار سندات مقومة بالدولار تنقسم إلى 3 شرائح لأجل 3 سنوات و10 سنوات ونصف و50 عاما. وأفادت الوثيقة أن كل شريحة من السندات لن تقل عن 500 مليون دولار لكل منها. وكانت أبوظبي، وهي على جهة إصدار سيادية من حيث التصنيف بالخليج العربي، قد أعلنت في يونيو أنها تدرس جمع المزيد من الأموال عبر سوق السندات لحماية ماليتها من آثار انخفاضات أسعار النفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتصاد بلاده يمضي بخطى سريعة نحو التعافي، مؤكدا أنه سيعيد الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل وباء كوفيد-19. جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب في قاعة المؤتمرات بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولينا تزامنا مع بدء فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث أعلن مندوب الحزب رسميا اختيارهم لترامب لفترة رئاسية ثانية. من جانبه، أشاد مايك بينس نائب الرئيس بجهود الإدارة الأمريكية بما في ذلك إعادة التفاوض من حول الصفقات التجارية المبرمة وخفض الضرائب على المواطنين. على صعيد آخر، بحث كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأجرى الجانبان حوارا بناء حول قضايا مثل تعزيز التنسيق الثنائي لسياسات الاقتصاد الكلي وتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة. واتفق الجانبان على تهيئة الظروف والأجواء لمواصلة دفع تنفيذ الاتفاق التجاري قدما. رفعت شركة تطبيق تيك توك لمشاركة مقاطع الفيديو المصور على شبكات التواصل الاجتماعي، رفعت رسميا دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية على خلفية أمر تنفيذي يحظر أي تعاملات أمريكية مع الشركة الأم بايت دانس. ووجهت الشركة في عريضة الدعوى الاتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير التجارة والبروس. وكان ترامب قد لجأ لذلك القانون في مايو 2019 لمنع محاولات مزعومة من قبل شركات الاتصالات الأجنبية للقيام بعمليات تكسس اقتصادية وصناعية على الولايات المتحدة. وإلى عالم النفط، حيث أظهرت بيانات أن منتج النفط والغاز بالولايات المتحدة أوقفوا 1.5 مليون برميل من إنتاج النفط بمنطقة الساحل الأمريكي في خليج المكسيك، أي حوالي 82% من مجمل الإنتاج، وذلك قبيل عاصفتين متتاليتين هذا الأسبوع. وأوقف المنتجون أيضا حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي، تشكل 57% تقريبا من مجمل الإنتاج. وبدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج استعدادا للعاصفتين المداريتين ماركو ولورا اللتين تتجهان صوب الساحل الأمريكي في خليج المكسيك في حدث نادر في موسم الأعاصير. وعلى صعيد أسواق النفط، تباينت أسعار النفط اليوم فيما يدرس متعاملون تأثير توقف جزء كبير من الإنتاج على ساحل الولايات المتحدة على خليج المكسيك بسبب الإعصارين المداريين ماركو ولورا، مقابل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المستجد في آسيا وأوروبا. وارتفع خام القياس العالمي المعروف بمزيج برنت في العقود الأجلة ب 0.3% إلى 45.27 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي ب 0.1% إلى 42.58 دولار للبرميل. ومشاهدينا الكرام، من أخبار النفط أنهينا هذه الوقفة الاقتصادية. عودة للزميلة منى.
ثم نعود إليكم مرة أخرى. تفضل منى. شكرا حسام. أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس عن خروج 890 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 66817 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة. هذا وقد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة نحو 812 ألف شخص، بينما تجاوزت حصيلة الإصابات 23 مليون. هذا وقد أعلنت جامعة أكسفورد تطوير لقاح تجريبي مضاد لمرض كوفيد-19 بالتعاون مع شركة استرازيليكا، قد يقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات. تواصل جائحة فيروس كورونا انتشارها في العالم بعد أن أودت بحياة نحو 812 ألف شخص وأصابت أكثر من 23 مليون، حيث تعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أكثر المناطق المتضررة بالوباء. مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أكسفورد أعلن أن لقاحا تجريبيا مضادا لمرض كوفيد-19 تم تطويره بالجامعة بالتعاون مع شركة استرازينيكا قد يقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات. من جانبه قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إنه لن يمكن القضاء على فيروس كورونا المستجد من دون لقاح. لا يوجد ضمان على أننا سنتوصل لهذا اللقاح، لذا يتعين على الجميع الالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم والآخرين. لقاح أكسفورد أثار أمالا مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية، مما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل. هذه التجربة تصدرت العناوين للصحف الأمريكية، خاصة أن الإدارة الأمريكية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر. قال نائب هندي إن ما لا يقل عن 100 شخص محاصرون تحت أنقاض مبنى من 5 طوابق انهار بالأمس في بلدة صناعية بغرب الهند، ولم يكن سكان المبنى الواقع على بعد 165 كيلومترا من مومباي العاصمة المالية للهند، والبالغ عددهم 200 ساكن جميعا داخل المبنى وقت انهياره، وأن ما بين 100 إلى 125 شخصا كانوا داخله. تقول الشرطة إنها لم تتأكد بعد من سبب الانهيار وعدد الضحايا، لكن فرق الإنقاذ والسكان المحليين أنقذوا قرابة 60 شخصا على قيد الحياة تم انتشالهم من تحت الأنقاض. بانوراما نيل ما زالت مستمرة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. الأساور الملونة وسيلة جديدة للتواصل بإحدى شركات دبي خوفا من فيروس كورونا. شكرا حسام. ابتكرت إحدى الشركات بمدينة دبي وسيلة جديدة للتواصل بين الموظفين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا من خلال أساور ملونة بألوان الأخضر والأصفر والأحمر، حيث يرمز كل لون إلى رغبة في التواصل بطريقة معينة. في عالم ما بعد كورونا، ومع عودة حوالي 100 موظف للعمل في مكتب مجموعة كريات ميديا الإعلامية بدبي، وجد المديرون ضالتهم في استخدام نوع من الأساور كوسيلة لتجنب الارتباك والحرج بسبب إرشادات التباعد الاجتماعي. الشركة طبقت نظاما يتخير فيه الموظفون بين الأساور بألوان الأخضر والأصفر والأحمر التي يرمز كل لون منها إلى رغبة في التواصل بطريقة معينة. وفي حفل استقبال للمجموعة يمكن الموظفين الاختيار بين أسورة المعصم الخضراء للإشارة إلى أنهم مستعدون للتحية بالملامسة بقبضات الأيدي، والصفراء التي تعني الاستعداد للحديث دون ملامسة، أما السوار الأحمر فيعني أن الموظف يريد الاحتفاظ بمسافة بينه وبين الآخرين. يمكن لأي شخص الدخول إلى حفل الاستقبال واختيار أحد هذه الأشرطة ووضعها حول معصمه
لتعطي إشارة واضحة جدا لأي إنسان يتعامل معه حول المدى المسموح به للاقتراب. وفي مبنى كريت ميديا جروب يشعر بعض الموظفين بالارتياح إزاء عودة الحياة الاجتماعية والعمل من المكاتب، لكن البعض الآخر لا يزالون يتوخون الحذر. اشتغل في مجال التصوير فمن قابل كتير ناس، وأنا عندي أهلي بالبيت شوي كبار في العمر فلازم أخذ احتياطاتي. وكانت الإمارات قد رفعت في 24 من يونيو الماضي حظر تجول كان ساريا في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس، وأعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتوجه إلى عمان اليوم للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق. بومبيو يزور السودان قادما من القدس المحتلة ضمن جولة تشمل أيضا البحرين والإمارات. ورئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب. ختام نشرتنا كان معنا فيها في لغة الإشارة محمد عبد الله، وتفاصيل أكثر تجدونها على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.